اهلا بيكم مشاهدينا وحلقه جديده ومصر جميله زي ما عودنا حضراتكم دايما بنكون معاكم في مصر جميله يوميا وفي رمضان في موعدنا الجديد من 9 ل 10 على القناه الثانيه ودايما بيكون معانا اجمل حاجه في مصر من فنون جميله وثقافه جميله زي ما حضراتكم سمعتوا النهارده كده فرقه انغامنا الحلوه هي فرقه قاهريه الحقيقه وهم الحقيقه شباب وشابات جميل جدا وفيهم برده كمان طفله جميله هنعرف كل حاجه عنهم دلوقتي بس اسمحوا لي ارحب بضيوفي الكرام اللي معايا النهارده في الاستوديو الأستاذ الدكتور عماد عبد السلام أستاذ علم الخدمة الاجتماعية بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم أهلا بك معك. أهلا بحضرتك ولينا حوار مع بعض وموضوع هنتكلم فيه وهتخلله طبعا الجمال اللي بنشوفه وبنسمعه ده معنا في فرقة أنغامنا الحلوة وبرحب أيضا بالأستاذ محمد شلبي مدير فرقة أنغامنا الحلوة أهلا بيك معنا أهلا بيك فندم إيه الجمال ده ربنا يعني بما أنهم هم اللي بدأوا أنا عاوز أتكلم معاك عن الفرقة الجميلة دي ده علشان ودنا حضرتك حلوة بس يعني هي اللي بتسمع كويس لا ربنا يخليك يا فندم بقالهم قد إيه بقالهم كام سنة الفرقة دي إحنا من 2021 كنا بدأنا نشتغل معاهم وهو الفريق بتاعنا مش ده بس إحنا عندنا ناس بس عشان الاستوديو فجبنا المجموعة دي بس يعني هم أكتر من كده أكتر من كده تمام هنتكلم مع بعض دلوقتي بس عاوز افتح الموضوع الاول مع الدكتور عماد عبد السلام الحقيقه عاوز اتكلم على العادات والتقاليد المصريه العادات والتقاليد في المطلق يمكن في رمضان تحديدا بدايه عاوز اعرف العادات والتقاليد تعرفها العلمي ايه كلمه عادات تعرفها العلمي ايه وتقاليد تعرفها العلمي ايه الحقيقه قبل ما ابدا بحيي الفرقه الجميله انغامنا الحلوه بقياده الاستاذ محمد شلبي واختياركم الموفق للموسيقى اللي تطرب الاذان والبدايه القويه اللي هزت الاستوديو الحقيقه وهزت مشاعرنا كلنا والاداء الموفق لكل اعضاء الفريق بدايه بنقول ان العادات والتقاليد يعني ده مصطلحين قد يعني يخلط البعض بينهم لانهم فعلا متلازمين لكن خلينا نقول ان العادات جايه من كلمه العاده وهو السلوك الروتيني المتكرر سلوك بنعمله بانتظام بصفه متكرره التقاليد هو سلوك متوارث بيتنقل من جيل لجيل يعني جيل كان قبلنا بيعمل ده فبنقلده فانتقل الى هذا الجيل فممكن نقول ان التقاليد احيانا قد تكون عادات ولكن العادات العاده لا تكون تقليد لا تكون تقليد فده الفرق ما بين العادات والتقاليد ويمكن احنا بقى في مصر في موروثاتنا المختلفه وفي هويتنا الحقيقه زاخره بالعديد من العادات والتقاليد لان احنا بلد حضاره فالحضارة هنا هي حكمة الشعوب وإحنا في مصر يعني بلد قديمة جدا من أقدم بلاد العالم ومن السمات الجيدة اللي بيتسم بها المصريين والحضارة المصرية إنها امتزجت بثقافات متعددة عبر الزمان فبالتالي هذه الثقافات المتعددة تلاقحت مع الثقافة المصرية فأنتجت موروثات جديدة تميز بها المجتمع المصري وجعل لها يعني عندها ميزة نسبية تتميز بها طباع المصريين وخلقت عندها يعني موروث خاص بالثقافة المصرية ويمكن في أجواء رمضان بقى لهم ميزات خاصة يمكن جميع أشقائنا في الدول العربية يحبوا يجوا مصر في رمضان لما يتسم به من ميزة خاصة رمضان في مصر حاجة تانية كل المهاجرين والمسافرين من أبناء مصر رمضان له طبع خاص ولكن في مصر ليا أصدقاء من دول كتيرة جدا لازم يبقى لهم زيارة في مصر في شهر رمضان لأنه بيشعروا في أجواء رمضان بحالة مختلفة لا يشعروا بها في أي مكان في العالم مهما بلغت يعني النظام في هذا المجتمع وتقدمه ولكن رمضان في مصر حاجة تانية هنسمعها بتفاصيلها من سيادتك بعض الحقيقة يعني الفرقة الجميلة أنغامها حلوة غنوا أغاني تترات مسلسلات صح كده؟ طب احنا متعودين في رمضان في اغاني معينه بنسمعها مثلا المدخل علينا في الاغاني الجديده في رمضان هي مثلا اغاني المسلسلات التترات المسلسلات كان زمان وحوي وحوي ولسه بنغنيها لغايه دلوقتي ما قلناش حاجه لكن في تجدد في الثقافه هل ده بيعتبر بقى عاده ولا تقليد ادخال اغاني المسلسلات على الاغاني الرمضانيه لا هو الحقيقه اصبحت بالنسبه لنا عاده ليه بقى لان احنا بنميل الى الاصاله
فهنا حالة الأصالة هي اللي بتتكسد في الموسيقى الشرقية العربية الأصيلة. فإحنا دايما مهما تجددت أحوالنا ومرت في إطار التكنولوجيا إلى الحداثة، لكن دايما بنميل إلى الجذور وإلى الأصالة. فهنا الموسيقى العربية الأصيلة والتخت الشرقي هو اللي بيفكرنا دايما بالجذور والأصالة عبر السنين، فبالتالي بنميل دايما إلى أن الأذن بتاعتنا تطرب من خلال هذه الأغاني اللي تميزت بها رمضان في التترات اللي بتعتمد على الموسيقى الشرقية الأصيلة، فأصبحت بالنسبة لنا عندنا وبنسمعها دايما، فإحنا ارتبطنا بها بالجنين. ارتبطنا رمضان لازم يبقى فيه مسلسل فيه، ويمكن احنا بنفتكر ليالي الحلمية وكل المسلسلات اللي كانت بتبدأ بالطرب الأصيل واللي بيتميز باللغة العربية والتخت الشرقي، ده اللي بيأثر معنا إلى الآن في كل الألحان المتميزة اللي بتعتمد على الموسيقى العربية. تمام. أستاذ محمد شلبي هتسمعنا إيه دلوقتي تاني؟ بمناسبة رمضان كريم، ممكن مريم. مريم هي أصغر عضوة في الفريق عندك؟ أصغر عضوة عندي. ما شاء الله، عندها كم سنة؟ يعني حوالي كم سنة مريم؟ 12 سنة. 12 سنة. طب دخلتي إزاي مريم الفرق؟ مامتي كان رمضان في مصر حاجة تانية، شريف عباس. وهو اكتشفني. هو اكتشفك. وصوتك حلو بقى على كده؟ متأكدة؟ متأكدة يا مريم؟ مريم هتغني النهارده رمضان في مصر حاجة تانية، وإن شاء الله تبقى حاجة تانية مع مريم إن شاء الله. الله عليك يا مريم، يلا اتفضل. الله، برافو عليك، برافو عليك. أنت عندك 12 سنة ولا بقالك 12 سنة بتغني؟ متأكدة؟ لا ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. أنا عاوز أحييكي على صوتك الجميل ده، وعلى اللي اختاروكي أصلاً إن هم يغنوا دي، يغنوا الأغنية دي، وعاوز أقول لك إنك شيك قوي على فكرة، فستان الجميل والإكسسوار بتاعك جميل قوي على فكرة. اتفضلي يا مريم، اتفضلي. قوة منك وجراءة منك إنك تخلي مريم اللي هي أصغر عضوات الفريق إنها تغني أغنية. والله هو يعني هي حالة فردة، يعني بصراحة موهوبة جامد جدا، فحبينا ننمي برضو الموهبة بتاعتها، ون مع المايسترو شريف عباس في شوية تدريبات كده وشوية حاجات بصراحة، فكانت النتيجة بالشكل ده، وفي أحسن من كده كمان معاها إن شاء الله. لا إن شاء الله، أنا متوقع يكون ليها مستقبل قوي جدا بإذن الله رب العالمين، وربنا يوفقك يا رب كلكم كده مع بعض. أنا عاوز أرجع للدكتور عماد عبد السلام، أستاذ علم الخدمة الاجتماعية بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة الفيوم، وحضرتك المستشار الإعلامي لرئيس جامعة الفيوم إن شاء الله. كنا بنتكلم في الآلات والتقاليد، وبنشوف إن إحنا عندنا القدرة ولا ما عندناش القدرة على صناعة الأعداد وتأصيل التقاليد. الحقيقة خلينا أقول لحضرتك، طبعا زي ما إحنا سمعنا الأغنية الجميلة دي اللي جسدت أجواء شهر رمضان في كلمات بسيطة وفي وقت جميل بطريقة مبهجة، قالت فيها إحنا عاداتنا وتقاليدنا وأجواءنا في رمضان بيبقى شكلها إزاي. أقول كمان إن شهر رمضان من الأشهر، يعني الشهر الوحيد اللي آخر يوم بنزعل عليه ونقعد من بعد آخر يوم ننتظر رمضان القادم، والشهر الوحيد اللي قبلها بثلاث شهور بنبتدي نستعد بأننا نفكر بعض فاضل كام يوم على شهر رمضان، ونعمل مقياس كده يومي هنستعد لشهر رمضان إزاي. شهر رمضان بيبتدي بأجواء جميلة جدا بين الناس وبعضها، لأنه بيذكرهم بقى بالكلام الجميل وصناعة العادة. العادة خلينا أقول لحضرتك إن إحنا عشان نصنع عادة لازم يتوفر ثلاث مقاومات رئيسة. المقاوم الأول المعرفة، يعني الأساس النظري للشيء اللي أنا هقوم بيه. احنا بنتكلم في المطلق العام على موضوع العادة. عشان أخلي حد ينتهج سلوك متكرر بشكل روتيني لازم الأول يعرف كل حاجة نظرية عنه، معرفة. وخلينا أقول لحضرتك برضو الفرق ما بين المعرفة والثقافة واحنا بنتكلم في هذا الإطار. المعرفة هي المعلومات عن هذا الشيء، الأساس المعرفي. الثقافة بقى، هل أنت عندك ممارسة لهذا الفعل ولا لا؟ يعني أنا لو حبيت أقول لحضرتك عندك ثقافة موسيقية،
الثقافة الموسيقية ان انت بتسمع شيء بشكل متكرر، عارف المعلومات اللي عنده، بتمارس لعبة معينة على آلة موسيقية، فدي الثقافة. انما المعرفة ان انت تعرف تاريخ الآلة ومعلومات عنها ونشأت منين، ده المعرفة. فاحنا اول مكون من مكونات العادة هو المعرفة، ان انت تبقى عارف السلوك اللي انت هتعمله معلومات نظرية عنه. تاني حاجة هو الدافع، انت عندك حافز ان انت تقوم بهذا الفعل ولا لا، مدى دافعية ان انت تفعل هذا الشيء. فده الشيء التاني عشان اخلي حد عنده عادة معينة، سواء كانت العادة دي بقى هتكون سلبية او ايجابية، فلازم يبقى في حافز بقى انت هتعمل عادة، خلينا انا صديق سوء وهخلي حد يعمل عادة سلبية، فهخليه محفز وعنده دافعية ناحية هذا الفعل، لازم يبقى فيه حافز. الشيء الثالث بقى والمكون الثالث من العادة هو المهارة بقى، تحويل هذا الفعل إلى أكشن، إلى سلوك. فإذن في ثلاث مكونات رئيسة. يعني أقول إن موضوع تكرار الأغاني الرمضانية بنمط متكرر كل رمضان بشكل أو بآخر، وقد نضيف عليه بعض الأغاني الجديدة، ده عادة ولا تقليد؟ هو وما أنا بقول لحاجة عادة، لأن احنا بنقرر هذا الروتين وبشكل مستمر في إطار أجواء رمضان. طيب أستاذ محمد شلبي مدير فرقة أنغامنا الحلوة، أنت في مخيلتك ده وأنت بتختار الأغاني ولا الموضوع بيمارس بصورة تلقائية عادية؟ خد بالك من السؤال ده فندم عشان ده مهم قوي. أنت عادي رمضان جاي يا جماعة هنغني إيه؟ أه طبعا رمضان جانا، طب مصر الحلوة، رمضان مش عارف إيه بالزبط. صح كده؟ لا طبعا، هو يعني رمضان دايما مرتبط مع الناس بالحاجات المسلسلات القديمة زي ليالي الحلميه وارابيسكو والعائله ومش عارف، الحاجات دي كانت ليها اثر ايجابي كبير جدا على المشاهد وعلى المستمع بصفه عامه. فالحاجات دي مرتبطه، المسلسلات دي مرتبطه بشهر رمضان، فالاغاني التترات بتاعتها. فقعدت مع الدكتور شريف، كان كلمنا في الموضوع ان احنا نطور من الموضوع بتاعنا، ان احنا نقدم كمان التترات بتاع المسلسلات مع البروجرام بتاعنا اللي احنا بنعمله كعاده يعني. ونجحتوا الحمد لله، والفرقه يعني تقبلت ده، يعني هم الولاد والبنات تقبلوا ده كله جدا. تمام، والاداء بتاعهم قمه الروعه بصراحه. تمام يا فندم. طب هيسمعونا ايه دلوقتي؟ نسمع محمد حامد كده نشوف. ملا ما شاء الله تبارك الله. انا عاوز ارجع للدكتور عماد في حاجه مهمه جدا. احنا طبعا في قبل الاغنيه مباشره، هو الحقيقه هو قال ان هو بيختار، بيشوف الذوق العام عاوز ايه والناس بتحب ايه. هو كده اداه في صناعه العاده؟ هو الحقيقه يعني انا عايز اقول لحضرتك، هو يعني شيء من الاشياء المتميزه جدا اننا يبقى في مشاعر نور ترسخ للعادات بتاعتنا اللي بتميل إلى الهوية الأساسية بتاعتنا كمجتمع مصري. يمكن أنا بختلف شوية مع يعني التوجه اللي بيقول إحنا بننقل الواقع وبننشره في الميديا عشان هو ده الواقع بتاعنا. أنا بقول لا، الواقع بتاعنا هو الجذور الرصينة، القيم والمبادئ الأخلاقية للمجتمع المصري اللي إحنا متسمين بيها ومعروفين بيها. فبالتالي لازم يبقى في مشاعر نور بقيادة الثقافة وعناصرها المختلفة، اللي هو من أهم أعمدتها هو الفن، اللي بيوجه ويعيد مرة أخرى إلى ترسيخ العادات بتاعتنا والقيم الأصيلة اللي تربينا عليها. في الحتة دي هقول لحضرتك على حاجة، معلش. يمكن الغناء بالذات على مر العصور كان هو أساس للإنجاز وملهم لتحقيق الأهداف. يمكن نرجع كده بجذورنا القديمة، نلاقي الصيادين ما بينتجوش كويس في عز الحر وعز التعب إلا وهم بيغنوا مع بعض. البنائين وهم بيبنوا عندهم أغانيهم اللي بيغنوها مع بعض عشان يلهموا بعض ويقووا بعض ويدوا لبعض طاقة عشان يقدروا ينجزوا. المزارعين في المزارع وهم بيغنوا، غنوا للليمون وغنوا لليوسفندي وغنوا للرمان بيغنوا وهم بيشتغلوا، بيهون عليهم التعب وبيرسخ لقيم وبيوثق تاريخ وحضارة. فالغناء هنا هو في الآخر يعني بيسجل حضارة وملهم للإنجاز، وفي نفس الوقت بيرسخ للقيم
القيم ويرسخ للعادات. فطبعا يعني الحقيقه من ضمن الاشياء اللي بتبقى جميله وملهمه ان بيبقى في ناس مصرين على القيم الرصينه بتاعتنا وعندهم ايمان وعزيمه ان احنا لا احنا ده المجتمع بتاعنا وهي دي هويتنا وهي حضارتنا مهما كان التيار شديد او قوي في حداثه او اي معول لهدم هذه القيم. كما بيقال في مجال الدراما ان الدراما الحقيقه احد الاراء عن الدراما انها بتكون هي اللي بتنقل الواقع او تقدم الواقع كما يجب ان يكون وبالتالي هي بترسخ للقيم والعادات والتقاليد واصول المجتمع والسلوك المجتمعي. صح كده فندم؟ بالظبط. لكن اتعمد ان انا القي الضوء على كل ما هو شاذ في المجتمع او خطا في المجتمع، انا برسخ الخطا والشذوذ. هو انا بقى مع حضرتك، هو الاصل في الدراما، يمكن احنا دلوقتي لما بنرجع للسينما والدراما بتاعتنا دي موثقه تاريخ مصر عبر اجيال مختلفه منذ قديم من الزمن. بنرجع لافلامنا القديمه بنشوف عاداتنا كانت ايه، التقاليد اللي نعرف الاصل بتاعنا، نعرف الاصل بتاع تاريخ حدود مجتمعات، كنا بنتصرف ازاي مع بعض، اخلاقنا كانت شكلها ازاي، المعالم بتاعتنا حتى كان شكلها ازاي. واحنا ده اللي احنا بنقوله في السينما بتاعتنا المصريه، عندنا تاريخ وذاكره من السينما اللي هي ثقافه هذا المجتمع وحضارته. اسمح لي يا فندم، انا برضو يعني عاوزين نسمع حاجه حلوه من الجمال ده. الحقيقه الولاد ما شاء الله عليهم والفرقه جميله يا استاذ محمد. هتسمعونا ايه تاني دلوقتي؟ هنشوف استاذ سيد هيقول ايه. هنشوف ولا نسمعه؟ هنشوف ونسمع. صح كده؟ وبيتواصل لقاءنا الحقيقه مع ضيوف الكرام والعظماء الفنانين اللي موجودين معايا، فريق انغامنا الحلوه اللي سمعنا منهم اجمل الحان، ولسه هنسمع تاني على فكره، لسه قدامنا. اسمحوا لي الاول، انا عاوز اتكلم مع الاستاذ دكتور عماد عبد السلام، استاذ علم اجتماع علم الخدمه الاجتماعيه وبكليه الخدمه الاجتماعيه بجامعه الفيوم. عاوز اتكلم معاه الحقيقه عن تاثير مواقع التواصل الاجتماعي والتدخلات اللي بتحصل الحقيقه في تغيير العادات والتقاليد المحلية سواء كانت مصرية أو غير مصرية. هل فعلا مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت عنده القدرة على تغيير العادات والتقاليد؟ الحقيقة طبعا بكل تأكيد، لأننا يعني في العصر التكنولوجي، تكنولوجيا هذا العصر مرتبطة بالإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ويمكن من تقدمها الشديد جدا أصبحت يعني الأجهزة التي تستهدف الغزو الثقافي تستخدمها في حروبها بشكل قوي جدا، لأنها أصبحت أحد الدعائم الأساسية في الحروب بين الشعوب قليلة التكلفة واللي بتخترق الجدران. وهذه الحرب الشرسة بتخترق كمان وبتستهدف المراهقين اللي هو السن الصغير وما قبله من الأطفال، يعني حق أفلام الكرتون، الألعاب المختلفة، ده كله غزو ثقافي إلكتروني بيوجه الشباب للتطبيع لقبول ثقافات زي المثلية وغيرها من أفندي. بس هناك بيقولوا البعض أن دي مجرد تبقى ظاهرة. لا يا فندم، يعني التغيير بيحصل مش جذري. التغيير بيكون ظاهرة لحظية، ممكن تكون فعلا ثورة جامدة زي في أغاني كتيرة جدا ومطربين مثلا، بديك مثل، انتشروا وظهروا بقوة شديدة وعملوا يعني مش عاوز أقول مليارات المشاهدات، مش ملايين، وعني هم فين اصلا؟ هو ده الفرق ما بين هو ده فرق بين الظاهره وما بين ان انا بخلي طفل من سن صغير يعتاد على سلوك متكرر وينشا عليه ويصبح عاده ثم يصبح تقليد كمان. اذا الاعتياد هو المشكله. بالظبط طبعا، لان هو من سن صغير شاف الكرتون العلاقات بتبقى ازاي، شاف امور معينه في الاخلاقيات والمبادئ بتاع المجتمعات والعلاقات بين الاشخاص المختلفين بتبقى شكلها ازاي، فاصبحت عاده وده يبقى غزو كبير جدا. ليها آليات مقاومة. ودي الحقيقة لازم تتكاتف فيها مجموعة من المؤسسات المسؤولة عن تشكيل القيم في المجتمع المصري، أولهم مؤسسة الأسرة. الأسرة عليها دور كبير جدا جدا في رقابة أطفالها والتعديل. مش هنمنع أبنائنا من إن هم يمسكوا التابلت ولا الموبايل ولا الإنترنت، لأن ده تكنولوجيا العصر، ولكن الرقابة المستمرة ومتابعة الأم والأب لأبنائهم ده بيقوم المعوج من السلوك بصفة مستمرة، وبيوجه أولادنا إن إحنا إزاي نتكيف مع هذه التكنولوجيا ونأخذ منها الصالح ونستبعد، يعني نعمل كده جواهم أنتواتك كده إن هذه الألعاب هذه الأفلام دي نبعد عنها، وإحنا كمان
نبقى عندنا الوعي الكافي ان احنا نوفق الأجهزة بتاعتنا انها يعني في بعض التولز والادوات اللي بتخلي الاب تخلينا الرقابه الابويه. بعد كده طبعا في مؤسسه الاعلام ودي في غايه الاهميه بتشكل الوعي، مؤسسات التعليم، مؤسسات الدينيه، مؤسسات المجتمع المدني. يمكن المجال يعني ما يسعش لهذا، ولكن طبعا يعني مهم جدا وموضوع في غايه الاهميه. عندنا المؤسسه الفنيه كمان والفرق المؤسسة الفنيه دي اختيارك للاغاني ايه يا استاذ محمد؟ استاذ محمد شلبي مدير فرقه انغامنا الحلوه، اختيارك للاغاني نابع من ايه؟ اختيارك هتقولوا ايه ومش هتقولوا ايه؟ ده في فلتريشن بيسموه ولا في رقابه ذاتيه انتوا بتعملوها صح كده؟ بنعمل رقابه ذاتيه وبنعمل كل حاجه. يعني انتوا حريصين في اختيار الاغاني اللي بتقدموها جدا. تمام. والمعاني لازم نقدم فن راقي عشان المستمع كمان، المستمع كمان يعني يبقى يعني في اغاني كده بنختارها لعبد الحليم حافظ، ام كلثوم، محمد عبد الوهاب، في حاجات تانية يعني غير الفقرات اللي احنا بنعملها مع حضرتك النهارده كده. في ان شاء الله احنا بندعو البرنامج يعني وبندعو الدكتور ان شاء الله تشرفونا في حفله كبيره هنعملها ان شاء الله بعد العيد ان شاء الله رب العالمين باذن الله. حاجه على مستوى عالي جدا. ده شرف لينا يا فندم. الله يخليك. ده شرف لينا. انا سعدت جدا بوجودكم الحقيقه. اهلا بيك. وسعدت جدا طبعا يعني اسمحوا لي اتقدم بالشكر للاستاذ الدكتور عماد عبد السلام استاذ علم الخدمه الاجتماعيه بكليه الخدمه الاجتماعيه بجامعه الفيوم والمستشار الاعلامي لرئيس جامعه الفيوم. الف شكر على تشريفك لنا. شكرا جزيلا وكل عام وانتم بخير ورمضان كريم. وانت بصحه وسلامه يا فندم. طبعا الشكر برضو ايضا يمتد للاستاذ محمد شلبي مدير فرقه انغامنا الحلوه. أهلا بيك. وحقيقه يعني انغامنا واصواتنا الحلوه وروحهم الحلوه الحقيقه. انا عاوزين بقى بعد اذن حضرتك عاوزين بقى حاجه يغنوها لنا نختم بيها يكون هو ختام حلقتنا النهارده. هتسمعونا ايه حلو؟ نسمع كده نسمع نسمة. طب انا عاوز اقول لسيادتك حاجه برضو ان انا ما شكرتش المايسترو شريف عباس. شريف عباس يعني كل اللي غنوا الحقيقه يا جماعه قالوا ان شريف عباس الحقيقه. طب انا يعني اشوفك بس يا استاذ سيف يعني ما شاء الله عليك، انت اختيارك جميل وموفق وربنا يوفقك يا فندم ان شاء الله. نسمع ايه بقى يا فندم؟ افرحوا يا بنات. ايه يا فندم؟ افرحوا يا بنات. افرحوا يا بنات. تمام اتفضل يا فندم.